لما ولدي الصغير يطقني بوكسات على بطني انا ما تعور، بس انا اعطيه على جوه عشان احسسه بالثقه بالنفس. صح، عاملونا المعامله هذه طول عمركم، بتقولون الرجال اطفال كبار، عاملونا على هالمعامله. ممكن احنا اطفال عاملونا هالمعامله، اوكي شوفوني كبير بس انا مخي 9 سنين، عاملونا هالمعامله هذه. اوكي يعني ممكن يعني تكونين انت مثلا هذا علبه الزيتون تقدرين تفتحينها، روحي له قولي له حبيبي ايدي، فهو يفتحها لك يحس نعم انت تقدرين تفتحينها مشكوره يعطيك العافيه، بس هو خليه يحس شويه انه خليه يصدق نفسه شوي. لما تكونين يعني مثلا بالصاله قاعده معاه ويمر صرصور وانت ما تخافين، لا تقومين تطقينه وتشيلينه من شنبه حبيبي اجي، لا ما يصير تسوين كذي، ما يصير. يعني ممكن تسوين الحقني مره سويها، بس خلي يحسوا شوي انه يلا يعطيك هذه. فبس شيء واحد اطلب منكم، هذا لا تجربون رجولتنا فيه، الصرصور اللي يطير هذا، لان هذا كلب انتحاري يجيك كاميكازي بهذه. وريني المراه القويه اللي روحي دافعي عن نفسك ضد طغيان الصرصور الغاضب هذا.